يضرب عزاوهم بالولفة. المهم كاين شي دراري هنايا واحد الدار هنا في لاكار ديما كيكريو الناس ديال غير الدراري خدامين اللي كيجيو يترسقوا على الله من البلدان كيكريو لهم هنايا. اليوم حتى كنتفاجئ وكتجي الشرطة العلمية بعين ما كانت تقول لك ان واحد في هذوك الخمسة وما كانوا خمسة دراري شي واحد فيهم قتل شي واحد في الصباح وخرج ومازال ما عرفوش شكون السيد دابا اللي ذبح الاخر. شي جويلة جات الشرطة العلمية لقات القبض على الدراري اللي جاو وداهم كاملين لاخر يجي باش يتم التحقيق معاهم. اخر مرة شفتهم اخويا داك السيمانة هما جوج اللي شاكين فيه اللي قتلو ديما كيوقفوا ليه في راس الدرب تما عادي باخر فهمتي ماشي شي واحدين خايبين اللي غايديروا شي بحال هاد الجريمة يعني ما توقعش صراحة. الدرب عندنا حنا كان فهمتي ما فيهش هاد الشي ديال نضار باش كاع قليل فاش كتسمع فجأة بحال هادي راه ضروري غادي تشوفها شوية.